جذرية. لو زيزو جاب كام الزمالك لازم يوافق؟ 8 8 8 من 7 ل 8. حلو. من 7 ل 8. اه حلو. 6 لا. والله حسب هما بقى، بس انا شايف من 7 ل 8 كويس قوي. من 7 قوي. في حوالي 500 600 مليون جنيه. حلوين. ليش بقى بعد كده تقول عندك مشاكل؟ هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ بس انا نفسي يقعد، بس زي ما بقول لك ما باليد حيله باللي احنا بنسمعه، ما باليد حيله. بس طب ما ما هو حاجه امام عاشور قبل كده مشي ب 3 مليون دولار. حلت ايه؟ لا ما هو 3 مليون دولار انت كان عليك حاجات حاجات كتير. حد عارف هو مين المسؤول عن الوضع الحالي اللي وصله نادي الزمالك؟ بصراحه مش عايز اتكلم عشان بس ايه يعني، انا مش ليه؟ لا انا بص متعود منك بص لا الصراحه. بص اقول لك على حاجه. انا انتقد ممكن او ممكن اقول في توقيت ما الناس تبقى موجوده، بس الناس ماشي. كلها عارفه اللي حصل. كل مجلس اداره عنده ايجابيات وسلبيات. اكيد كل القضايا اكيد اللي اكيد حصل اكيد. كل القضايا اللي حصل دي ممكن سلبيات من المجلس الاداره اللي فات. هو مين يعني مجلس اداره ده؟ لا لا، دول ما جم على وضع موجود، ما انا بقول لك على خالد بوطيب، تراكمات. خالد بوطيب مش عارفه مين، مش خالد عارفه بطايف مين، في اقساط، ما انا بقول كل لك فتره مين اسمه اشمبونج اتشيمبونج مش عارف ايه. ما انا بقول لك ده الزمالك ما رضيش يدفع 200,000 دولار بتوع متيابه في بعد الاتفاق مع شركه التسويق اللي جابت اللاعب. كان المفروض هو اللاعب ماضي 4 سنين عقده مع نادي الزمالك، ف ضمن الشروط ان بعد اول 6 شهور يدفع الزمالك 200,000 دولار عشان يبقى موجود اللاعب يكمل. فلما راحوا للراجل جوميز قال لهم لا مش عايزه، طلعوا اعاره، فقال لك لا خلاص اعاره ايه، ما هو ما ندفعش خلي 200,000 بالك، دولار، خلي بالك ندفعهم لخالد بطيب امير، قسط. امير احنا عندنا مشكله في مصر في معظم العقود اللي بتتعمل مع اللعيبه الاجانب والمدربين الاجانب. دي مشكله كبيره جدا. اللي انت النهارده لو تشوف كميه الفلوس اللي بتدفع بره، على فكره عايز اقول حاجه، في فرق كتير موقوف قيدها مش ما الزمالك انا بس، عارف، ما انا عارف انت فاهم؟ كتير على فكره. وياما لعيبه جت الزمالك وجت الاهلي وجت ممكن ما لعبتش ماتشين ثلاثه وخدوا ملايين في الدولارات. طب مين المسؤول او مين اللي بيحاسب؟ هي دي بقى النقطة. مين اللي بيحاسب؟ زي المدربين اللي بتيجي منتخب مصر الأجانب اللي بتمشي وعليهم شرط ده الراجل جزائي، فيتوريا هياخد فيتوريا. العقد كله أنت فاهم قصدي؟ طب بنسبة أنا كبيرة النهاردة، يعني. أنا النهاردة مش أنا اللي خدت القرار؟ يبقى أنت لازم تتحاسب. صح يبقى أنت لازم تتحاسب. صح هو أنت هتدفع؟ أنا النهاردة أنا جبت مدرب وعملت عقد ودى النادي مثلا بتاعي في داهية، تمام؟ هو أنا اللي جبت أنا اللي هدفع الفلوس أمير، ولا النادي اللي هيدفع الفلوس؟ لا النادي اللي النادي، هيدفع الفلوس. النادي طبعا. صح؟ لكن لو اللي أنا جبته وعارف ان انا هيبقى في ثواب وعقاب وفي حساب، هقول لك ايه يا عم ماليش دعوه واخلع ايدي. لكن كل الانديه وكل البتاع فيها مشاكل في القصه دي، وفي الاخر احنا اللي بنتكبد ملايين الدولارات في ظل الازمه اللي عندنا. نفسك جوميز يرجع ولا ما يرجعش؟ هو في اجازه دلوقتي. والله بص انت يرجع. شايف ايه؟ بص هقول لك حاجه، انا شايف في الاول والاخر انت لازم تحل يعني الاهم من الموضوع ده، اللي انت لازم تبني فرقه جامده طيب ولازم تبني تجيب فرقة قاعده. ازاي؟ انت دلوقتي عندك مستحقات متأخرة لعدد كبير جدا من اللاعبين بتصل لاكتر من 100 100 مليون اكتر من 100 مليون. تسدد المستحقات المتأخرة ولا تحل أزمة القيد الأول ولا تعمل ايه؟ طب انا بقول لك انت ممكن تسدد وممكن تعمل لو عملت كده. ف لو زيزو ماشي، وعلى فكره عايز اقول حاجه، لازم او لو برضو جمهور الزمالك تبرع. وفي حاجه برضو كمان، ما انا برضو كمجلس اداره انا جاي لازم يبقى عندي افكار للدخله يا امير. في افكار كتير جدا ما هو على معلش فكره برضه يا كابتن امير، على انت المبالغ دلوقتي كبيره يعني. اللي عليك كتير قوي. ايوه امير انا معاك والله، بس في الاول والاخر عندنا مشاكل تسويقيه في جميع الانديه. مفيش حاجه اسمها يعني الطبيعي يبقى في حاجه اسمها لجنه تسويق. لجنه التسويق دي يا امير، امير تيشيرت الزمالك والاهلي مش قليلين، طبعا مش قليلين، طبعا انت فاهم؟ اسم الزمالك نفسه براند. اكيد. لكن احنا عندنا للاسف احنا ممكن نبقى عايزين الفلوس تيجي ومفيش افكار. لا من غير لازم ما يبقى في بالظبط ده اللي بقول لك نتعب ومن غير ما بالظبط، نفكر لازم يبقى في ونبتكر. افكار. هي ممكن الافكار هتجيب فلوس مش اللي هتسدد كل القصه دي، بس بس بيقول لك بص ايه، نوى تسند زير زي ما فاهم بيقولوا، انت فاهم قصدي؟ فلازم يبقى في حلول. وما ينفعش النهارده اللي انا هبقى عايش اللي ممكن كتر خير الناس، يعني كابتن حسين السيد مثلا كتر خيره اللي ساعات بيسدد، استاذ ممدوح عباس بيسدد، ده بيسدد، بس في الاول والاخر هي مش هتبقى ليها حل لو هي فضلت مشي كده. بقول لك ايه، 8 مليون دولار يعني 400 مليون جنيه. حلوين، انا شايف حلوين يقضوا يعني، وخلاص. هيحلوا ازمه، هيفكوا ازمه. خليك ما تنساش ان انت عندك طايره وسله ويد وقطاع ناشئين وقطاع براعم وقطاعات سباحه، عندك نادي الزمالك نادي كبير. وفي الاول والاخر برضو
ربنا يكون في عونهم يعني. لكن زي ما قلت لك الاهم من جوميز يرجع او ما يرجعش، انت لازم دلوقتي حته القيد لازم تبقى حاطط لعيب، حاطط عينك على لعيبه تيجي تعمل الفرق، مش مجرد انا اجيب لعيب لعيبه وخلاص. لازم عندك سكاوتنج، انا مع احترامي اللي بتوع السكاوتنج كلهم بتوع الناس بتاعت احصائيات وكل حاجه، أرقام. لازم يبقى في لجنه من 3 4 ناس لاعب الكره وعينيها حلوه في اختيار اللعيبه اللي تقدر تشتغل على لعيبه معينه في الاماكن المعينه مع مشاركه المدير الفني، لازم يبقى في حاجات كتير جدا. ممكن اقول لك مثال؟ قول لي. انت عارف ان سان داونز عندهم سكاوتنج في كل قاره 15 واحد 14 او 14 في كل قاره، امريكا الجنوبيه وكل في ناس متخصصه قاره امريكا الجنوبيه، في ناس في اوروبا مش مودين في اوروبا، مقتنعين مفيش لعيب في اوروبا هيروح لهم بالظبط، في اسيا، في افريقيا، بيدوروا وبيعرفوا ينتقوا اللعيبه بناس فعلا شاطره بالظبط. فشوف التفكير عامل ازاي، عدد 14 عشان واحد. كده بقول لك انت النهارده لازم يبقى عندك، ما ينفعش انا مع احترامي يعني قعدوا مجلس اداره هو اللي اختار لعيب، ما فيش حاجه اسمها قعدوا مجلس اختار لعيب حتى لو كان لاعب كوره. ما هو عين واحده مش زي خمس عيون او مش زي ست عيون. عشان كده بقول لك لازم يبقى في ناس هي اللي تجيب، مش الوكله اللي تجيب، لا ناس يبقى عينيها كويسه